السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. نمر في هذا الفيديو إن شاء الله على منطقة من مناطق لبنان الشقيق، ونحاول أن نمسح منطقة معينة من هذه من مناطق هذا القطر، يعني عملية فقط تطبيق، عملية تطبيق لطريقة الماسح المرافق للقمر الصناعي كورونا كاست. سنحاول أن نركز يعني على منطقة الوسط، هنا منطقة الوسط حول شتورة، حول منطقة شتورة. نقرب الصورة أكثر أو ننظر من عدسة أو من مسافة أقرب. طبعا احنا ان شاء الله اخوان يعني في كل مرة يعني في كل حين سنحاول ان نكشف ونمسح منطقة معينة، يعني نختار عشوائيا مناطق ونمسحها باحثين عن يعني فراغات تحت ارضية. طبعا اخوتي الافاضل يعني لا يعتقد الاخوة او يعني انه هذا القمر للبحث هو للبحث عن الكنوز، هذا اعتقاد يعني خاطئ من أساسه. هذا القمر يبحث في طبقات الأرض أو في يعني مجاري الأنهار، طبيعة الأرض في زمن معين، طبيعة الأرض ممكن يعني مناطق كانت ظاهرة ثم طمرت مع الزمن. يستطيع هذا القمر أن يكشف هذه مثلا الممرات المائية المطمورة والتي كانت في يوم معين تضج بالحياة وبالجمال وبالطبيعة الخلابة، فتظهر هذه الطبيعة الجميلة من خلال الصورة القديمة لهذا القمر أو للخريطة التي يأخذها هذا القمر. خلينا نلاحظ هنا المنطقة إخوتي، يعني منطقة حول يعني غرب شتورة، منطقة بوارج، محافظة البقاع، منطقة قب الياس مثلا وغيرها. يعني نلاحظ هذه المنطقة الآن هنا في الماسح تظهر جزء منها، الجزء العلوي منطقة بوارج والمنطقة اللي مكتوب فيها هنا على الخريطة الأصلية محافظة البقاع ومحافظة جبل لبنان، نرى أنها على الماسح منطقة يغلب عليها اللون يعني الأبيض أو الفاتح أكثر من اللون الرمادي أو الأسود. ونلاحظ هنا على الأرض الواقع كيف هي طبيعة الأرض، فعلا هنا أرض جبلية جافة، هذا الجزء من الأرض يعتبر جبلي وجاف نسبيا، أقول نسبيا يعني بالنسبة إلى المناطق الأخرى هو أكثر جفافا وواضح هنا كيف. الآن المنطقة المائلة هذه التي على طرف الماسح، المنطقة المائلة على الخريطة الأصلية، الخريطة الحالية الآن هنا تحت منطقة قب الياس منطقة خضراء، واضح أنها مناطق زراعية والمناطق الزراعية فيها ماء وفيها رطوبة وغير ذلك وأرض تضج بالحياة، لذلك ستظهر لنا هنا بأنها منطقة قاتمة اللون نوعا ما، فيها يغلب عليها اللون الرمادي. سنحاول أن نقرب الخريطة أكثر قليلا. هنا من ارتفاع 2 كيلو متر سنقرب أكثر، هنا من ارتفاع كيلو متر واحد نحاول أن نجرب الماسح مرة أخرى.
نفس الشيء الآن تزداد المعالم وضوح، وبدأت تظهر لنا مواقع مهمة على ما أعتقد. سنقرب خريطة أكثر قليلا. هنا من ارتفاع 500 متر، هنا منطقة معبد الشمس. إخوتي الأحبة، خلينا أقرب العدسة أكثر ونلاحظ ماذا في هذه المنطقة الأثرية. طبعا هنا لم يعطينا مثلث أورنج، وهذا دليل على أنه هذه المنطقة بشكل عام ليست من المناطق يعني اللي يهتموا فيها علميا. هنا من ارتفاع 100 متر نلاحظ الآن منطقة معبد الشمس، نعمل لها مسح. لاحظوا إخوتي رمز معبد الشمس، والآن هذا الموقع من معبد الشمس أسفل نزولا إلى منتصف الوادي، تقريبا منتصف الوادي هنا. منطقة كلها فراغات، نلاحظ كيف الفراغات تظهر معنا هنا، هنا حول المعبد. لاحظوا كيف حول نقطة وجود المعبد فراغات متعددة مخفية وبأحجام واضحة إخوتي الأحبة، يعني بمساحات واضحة وألوان تدل على أن هذه الفراغات قريبة. وهذا طبعا شأن المعابد الأثرية القديمة، معظم المساحة الأرضية اللي تحتها واللي ممتدة أمامها تكون مساحات تمتلئ بالفراغات، بالسراديب، بالغرف السرية وغير ذلك. هذه منطقة معبد الشمس، هذه كلها إخواني فراغات واضحة. هذه المساحة التي نراها الآن على الكاشف، هذه كلها منطقة فراغات. لننظر أيضا إلى المنطقة الجبلية المقابلة لمعبد الشمس، أو المنطقة التي تقع غرب معبد الشمس. هذه المنطقة الظاهرة اللي كلمة معبد الشمس توجد عليها في الخريطة، نلاحظ أن هنا أيضا منطقة رمادية، منطقة رمادية. هذا يدل على أن تحت هذا أو داخل هذا الجدار منطقة فراغات، موقع فراغات مخفي ومهم جدا. يعني لا نقول مهم يعني أنه كنوز، لكنه فراغ بهذا الحجم، فراغ بهذا الحجم. يعني خلينا نشوف كم طول هذا الفراغ. من هنا يعني تقريبا يعني حوالي 580 متر، تقريبا 580 متر، يعني أكثر من نصف كيلو متر طول هذه المنطقة. إذن مسافة فراغات، فراغ بهذا الشكل طبعا وعليه أبنية الآن هذه المنطقة، حوالي نصف كيلو مهم. معناه إذن هي حساسة جدا، ولها تفسير أنه قد يكون فيها داخل الأرض ملاجئ وأسرار وغير ذلك. طيب خلينا نتحرك قليلا شوية.